بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة عندي مفاجأة جامدة خالص محضراها النهاردة، وأنا بعتذر في الفيديو دوت بالذات. أنا عاملاه والله، كنت هعمله هقول في البث، بس حبيت أعتذر النهاردة مع المباشر كده على الهوا بإذن الله لكل اللي ما قدرتش أشرح لهم النهاردة حفلات، عشان عندي النهاردة ضيفة غالية جت وقفتني في المطبخ، ما قدرتش أعمل حتى الحفلة، يعني أعمل مع أي حد أقول في الاستماع ليه. كنت واقفة في المطبخ والله العظيم، أديكم شايفين النهاردة عندي ضيفة غالية خالص، عملت لها فراخ محشية على السريع. أنا سبق وعملت الفراخ ديت، وفي فيديو لسه هنزله، بس هي متقطعة ما دي حشيها نفسها، بصل وطماطم وحاجات كده، بعدين هبقى اشرحها لكم عشان ما اضيعش وقت. ورز اهوت بالشعريه جميل، وشوربه فراخ عاديه عشان ماما جت على غفله. فانا ايه عملت لها النهارده، معايا ام الغاليه ست الكل، ام احمد. اهلا وسهلا يا تيتا. عامله ايه يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ اه قول لهم بقى ازيكم، عاملين ايه، وخلي بالكم من سلوى، ازيكم ودعموا، حبايبي؟ قول عاملين لهم دعموا ايه؟ بنتي بقى. خلي بالكم من سلوى حبيبتي. يلا، ومعايا كمان اخويا حبيبي الغالي محمد. عامل ايه يا ازيك؟ محمد؟ نور. وانتظرونا ان شاء الله بالليل في ميعادنا نورت. باذن الله، ربنا يحيينا الساعه 10 ان شاء الله. معانا ايه يا خلود؟ معانا ها تحدي جامد خالص. مين هيكون الحكم في التحدي؟ انا. لا تيتا، انتي؟ لا تيتا اللي هتكون الحكم ان شاء الله. النهارده اللي معانا خسران هيبقى كسبان، والكسبان برضك خسران، عشان معانا مين؟ ست الكل. مين؟ ماما، تيتا، حلاوه. بسرعه بس عشان جعانين. منوره يا تيتا، منوره يا حلاوه، منوره الدنيا. وجودك يا حبيبتي. منوره يا خوخه، منوره يا محمد. نورك. منوره يا اسلام. قول لهم معلش اتاسف لهم يا سامي، ما عرفتش النهارده اعمل واجب مع كل اللي بيدعموني. ان شاء الله ان شاء الله النهارده ان شاء الله هرد لكم. ماما لما تنام انا هروح ارد الواجب لكل اللي ايه انتوا بيدعموني ان شاء الله باذن الله. وكنت هيبقى في التحدي على فكره. يوسف اه، يوسف وراه مش عايز يطلع. يلا حبايبي، ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في ميعادنا باذن الله. دعواتكم ليا ان شاء الله الساعه 10 باذن الله على الهواء مباشره، ومعانا ست الكل. تيتا، باي باي يا ماما. باي باي. باي باي، مع السلامه. وانا انام واسيبكم.